المساء من سكاي نيوز عربية مع يوسف الشريف. تقدم قوات أو قوات دعم الشرعية في اليمن وتقدمت في معاركها ضد الحوثيين على مختلف الجبهات. هذا التقدم أربك الحسابات العسكرية لميليشيا الحوثي الموالية لإيران. ومع تسارع وتيرة تقدم قوات الشرعية مدعومة من التحالف العربي في تعز والساحل الغربي وصعدة مع قيد ميليشيات الحوثي، اضطر المتمردون الحوثيون لسحب قادتهم من الجبهات إلى صعدة من أجل تدارك الخسائر في معقلهم والاستنجاد بالقبائل لتعزيز صفوفهم والحد من تقهقرهم في ملاذهم الرئيسي. تحت وقع ضربات قوات الشرعية تستشعر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران الخطر حتى في معقلها الرئيسي محافظة صعدة. فمع تقدم قوات الشرعية في أكثر من محور في جبهات صعدة، اضطرت قياداتها العسكرية من الصف الأول الانتقال من الساحل الغربي إلى صعدة في محاولة لتدارك الأمر. ومن أبرز تلك القيادات الحوثية رئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي، بالإضافة إلى المسؤول العسكري للحوثيين أبو علي الحاكم. ومع وصول تلك القيادات الحوثية لجأت إلى الاستنجاد بالقبائل للدفاع عن صعدة، حيث يختبئ زعيم ميليشيات طهران في اليمن عبد الملك الحوثي. وتتقدم قوات الشرعية في صعدة من أربعة محاور: الأول في منطقة البقع، وتتقدم فيه القوات نحو مركز مديرية كتاف. أما المحور الثاني في منطقة مندبة، وهدف القوات هناك الوصول إلى مركز مديرية باقم. ويتركز المحور الثالث في مديرية رازح، حيث باتت قوات الشرعية على مشارفها. أما المحور الرابع فهو حيث بدأت قوات الشرعية قبل أيام عملية عسكرية نحو مديرية الظاهر. هزائم الحوثيين لا تقف عند صعدة، ففي جبهة الساحل الغربي تسببت الضربات الجوية للتحالف ضد التعزيزات التي ترسلها الميليشيات في إنهاك قدراتهم العسكرية وإفقادهم القدرة على إدارة الجبهة. مصادر يمنية أكدت مقتل أكثر من 100 من ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير 16 آلية ومركبة عسكرية للحوثيين في مناطق متفرقة في الساحل الغربي في ضربات جوية لمقاتلات التحالف العربي خلال الأيام الثلاثة الماضية. ومن الساحل الغربي إلى جبهة الشريج الراهدة يتلقى أتباع طهران ضربات موجعة. المقاومة اليمنية مسنودة بغطاء جوي تتقدم يوميا من الشريجة نحو الراهدة، ثاني أكبر مدينة في محافظة تعز، وسط انهيار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران. انضم إلينا من دبي الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد خالد النسي، ومن الرياض ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء عبد الله غانم القحطاني. أهلا وسهلا بضيفي. سأبدأ من دبي سيد النسي. يعني الآن هذا التقدم في صعدة مهم، لكن إذا ما عدنا إلى الوراء خطوتين فقط، ما أهمية المعركة في صعدة؟ هل هي فقط من أجل إشغال الحوثي وبالتالي كما جاء في التقرير سحب قياداته من مناطق أخرى، أم السيطرة الكاملة على صعدة هو هدف أساسي من أهداف الشرعية والتحالف؟ ما رأيك؟ مساء الخير عليك أستاذ العزيز وعلى ضيفك الكريم وعلى السادة مشاهدينا. بالنسبة لصعدة طبعا لا يخفى على أحد، هي بالنسبة للحوثي هي رمزية دينية وفيها كل القيادات الافتراضية، هو المكان الافتراضي طبعا لكل القيادات الحوثية، وخاصة مثلا زعيم الجماعة موجود في هذه المنطقة يعني. واحنا كنا من أول أيام الأزمة وعندما كان الحوثي موجود في عدن وغيرها، عندما بدأت عاصفة الحزم كان دائما كنا دائما نقول، وأولهم رئيس الجمهورية الأخ عبد الرب منصور هادي، كنا نقول أنه لابد ما يرفع العلم الجمهوري على جبال مران، يعني لرمزيتها أنه إذا وصلنا إلى جبال مران فمعنى أنه يعني نهاية فعلية لهذه الجماعة. ففي صعدة طبعا احنا نعلم انه مثلا الحوثيين وعند من بدايه نشاتهم في 2004، يعني نشاتهم عسكريا في 2004 وخاضت ست حروب من 2004 الى بدايه 2010 يعني في هذه المنطقه، فكثير يعني تقريبا ابناء هذه المنطقه بالمجمل هم يعني موالين للجماعه
ايضا تمدهم بالمقاتلين، بخلاف انه مثلا المواطنين من ابناء هذه المحافظه الذي كانوا مناهضين للحوثي تم تهجيرهم من هذه المنطقه، فبالتالي الحوثي يخبر هذه المنطقه. ايضا حتى الدعم الذي قدمته قطر في 2007 باسم انه اعاده اعمار صعده من ضمن بنود الاتفاق ومقداره تقريبا نص مليار دولار تم استغلاله من قبل الحوثيين في تجهيز انفاق وملاجئ في جباله. طبعا هذه المنطقه شاهقه يعني جغرافيا صعبه، وهو يخبر هذه المنطقة، يخبر جبالها، يخبر أوديتها، فهي تساعد بكل حال فإنك توصل إلى هذه المنطقة. فهو يعني دلالة واضحة أن الحوثي أصبح ضعيف، وحتى لو أطلق عشرات الصواريخ فهي ليس مقياس لقوته، لكن صعد أنك توصل إلى صعدة هو مقياس حقيقي لضعفه. طيب سنتحدث إلى الطرق التي تقود الشرعية والتحالف إلى صعدة. سيادة اللواء عبد الله الغانم في القحطاني في الرياض، العمليات ليست سهلة، صعدة يعني جبلية فيها يعني على الحدود مع السعودية، أيضا في زاوية في الشمال اليمني، شمال غرب اليمن. كيف، ما هي التعقيدات التي يعني تمر بالعملية؟ لأنه حسب أكثر من تحليل عسكري هناك دخول من الشمال، من الشمال الشرقي، من الغرب، من عدة محاور كما ذكر التقرير حتى في 4 جبهات. ما صعوبة الوضع هناك على الأرض عسكريا؟ التحية لكم والتحية والإجلال والتقدير للتحالف لإعادة الشرعية، هذا التحالف العظيم الكبير الذي يقود هذا العمل وتثمر جهوده على الأرض كما نرى حاليا، وكذلك الشرعية اليمنية وجيشها الوطني لهم الدعاء ولهم منا أيضا التشجيع على الاستمرار. نعم، المنطقة كما تفضلت أخي الكريم هي معقدة جغرافيا وهي معروفة، يعني ليست بجديدة، هذه المنطقة معقدة جدا، ليس فقط على من هو خارج اليمن ولكن حتى من هم داخل اليمن في العمل العسكري المعروف، هي معقدة، جبال ووديان سحيقة وظروف جغرافية معقدة، ومع ذلك ليست بمستحيلة أبدا على الإطلاق إذا كان هناك جيش شرعي يمني ما شاء الله عليه متقدم ومتطور ومدعوم ويمتلك الأجهزة ويمتلك الاستخبارات ويمتلك الدعم الجوي لا محدود، فهي ليست بصعبة على الإطلاق. وهنا الآن 3 محاور، وهنا هي المركز الأساسي، 3 محاور على صعدة من الغرب ومن الشرق وكذلك من جهة الجوف، فهذا شيء جيد، هذا شيء جيد جدا في تقدم العمليات. والضغط المباشر حاليا الذي نراه ونسمع عنه في هذه المنطقة له ما بعده، سيكون له على الحوثي تأثيرات كبيرة جدا، سيتسبب في انهيار هذه الميليشيات في أماكن أخرى. نحن نلاحظ حاليا أن هناك ارتدادات أولية وسريعة فيما بين لحج وتاز وعلى الساحل الغربي كما جاء في تقريركم، وبالتالي نعم المنطقة معقدة ولكن تعقيدها لا يحول دون الدخول فيها، ولا يحول دون الوصول إلى قلب صعدة، ولا يحول دون الوصول إلى جبال مران والسيطرة عليها، ولا يحول دون قطع جميع الإمدادات والطرق التي تصل إلى صعدة. أبدا، هذا غير مستحيل وهذا غير صعب بالمطلق، لأن من يتمركز فيها أو يدافع عنها هم يمنيون، هم الحوثيون وبمشورة الحرس الثوري الإرهابي الإيراني، وبالتالي هذا يعني أنهم متمكنين منها. ومن جهة أخرى، فما الذي يمنع الطرف الآخر في الجيش الشرعي اليمني الوطني الشجاع في أن يكتسح هذه المناطق ويسيطر عليها مهما كان فيها من صعوبة جغرافية أو كان مهما كان فيها من صعوبة أو تعقيدات في الإمداد؟ الجيش اليمني الشرعي اليمني يمتلك غطاء جوي لم يمتلكه أي قوة في هذا العصر في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي عليهم التقدم، ولا شيء يردهم نهائيا، ولا شيء يعيقهم، ولا شيء يمنعهم، فقط نحتاج إلى إرادة، نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى قوة، نحتاج إلى حمل البندقية لهدف واحد وهو تحرير اليمن من الحرس الثوري الإرهابي الإيراني في صنعاء وفي صعدة وفي كل مكان. إن توحدنا على هذا الهدف فلا صعوبات لا جغرافية ولا لوجستية ولا تسليحية ولا معنوية ستكون عائقا، كل هذه سهلة جدا أمام الإرادة اليمنية وأمام ما نرى حاليا. والدليل هو التقدم الحالي، لماذا تقدمنا حاليا في هذه المرحلة بجهود موفقة من التحالف العربي؟ لأن هناك إرادة، وحينما تأتي الإرادة تسهل جميع العقبات. طيب، ولا شيء يمنع أبدا من التقدم. اسمح لي سيد يعني سيد خالد، هنا في نقطة نتحدث عنها، المناطق المحيطة بصعدة التي تدخل منها المحاور هذه الثلاث بالإضافة إلى الحدود السعودية، هل سهل الوصول إليها؟ لأنه تتحدث عن حجة، عن عمران، هذه مناطق بين صعدة وبين صنعاء، وصنعاء مع يعني الحوثي وفي تحالف قبائل،
هل من السهل الدخول وسط في المنطقة هذه بحيث تكون صنعاء في ظهرك وصعدة أمامك وأنت تقاتل هناك؟ كيف يكون الوضع عسكريا في 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 هذا الوضع؟ طبعا هنا نعلم انه قبل فتره انه تم اطلاق عمليه وهي قطع راس الافعى يعني المقصود بها طبعا جماعات الحوثي وبالذات زعيم الجماعه. فاحنا نعتبر انه الوصول الى هذه المنطقه هي فعلا نجاح في هذا المسمى او في هذا العمليه انك توصل الى جبل مران انك وصلت الى هذا الهدف. هناك عندنا مثلا نجاحات وتقدم الحوثي في محافظه الجوف ويعني سواء في المنطقه الجنوبيه باتجاه مثل متون ولا او مركز المحافظه او بالجهه الشماليه باتجاه مثلا باتجاه برض العنب باتجاه مديريه حشوه باتجاه صعده. هذه المنطقه بالامكان انك توصل الى حرب سفيان في منطقه عمران ما بين مثلا صعده مثل ما تفضلت ما بين صعده وصنعاء وقطع خطوط الامداد. فبالامكان اذا انت اليوم وصلت الى منطقه شاقه في معقل الحوثيين يعني بامكانك انك توصل الى هذه المنطقه ولا اكثر من هذه المنطقه. الحوثي نؤكد لك ليس من باب المبالغه واحنا نعلم الكلام هذا، نعلم بمقدار الدعم الذي قدمه التحالف، نعلم بمقدار التعطش مثلا يعني المقاومه والجيش الوطني انهم يحققوا نصر ويحروا منطقتهم يحروا اسرهم وبلادهم من, 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 من هذا العبث يعني. فهناك في جديه فعليا، ربما هناك في اختلالات، انا اكلمك بجد انه ربما في اختلالات نوعا ما على مستوى القيادات، بعض القيادات نوعا ما في اختلالات لا نقول متعمده ولكن بالامكان تجاوزها بعد انه عاد تقييم بعض الجبهات. لكن اؤكد لك انه بيظل الدعم اللامحدود من اخواننا ومن اشقائنا في دول التحالف وفي العقيده والمعلومه العاليه موجوده انه بالامكان انك توصل الى ابعد طالما وصلت الى منطقه جبليه. طيب سيد خالد هذا كلام مهم. مقاتلين الى معقل الجماعه الحوثي وعنا ما الذي يجب عمله من اجل فرض حصار على صعده؟ يعني الان كما تذكر يعني في الشمال وفي الغرب هناك حدود المملكه العربيه السعوديه، في جبهه من الشرق كما ذكرت يعني في حجه وعمران، هل هناك مناطق سيكون صعب انه اغلاقها بحيث يكون هناك فرض حصار بري على صعده؟ انا تقريبا في مره سابقه تكلمنا نوع قلنا مثلا عندنا جبهه نوعا ما في 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 نهم، جبهه في تقريبا فيها اكثر من تقريبا 50 من 40 الى 50 الف محسوبين في هذه الجبهه. يعني نوعا ما تقدم في ملحوظ في هذه الجبهه وفي في في تضحيه لا احد يخفى عليه، لكن بالامكان نغل جزء من هذه القوه اللي موجوده في نهم باتجاه عمران والوصول الى حفص فيها بحيث انك تعزل صعده عن صنعاء، وبالامكان استغلال هذه القوه لانه في جمود نوعا ما في هذه القوه، وربما لا تكون في هذه الفرق في هذا في هذه الفتره ربما لا تكون اولويه لهذه الجبهه. عندنا اولويه مثلا الان موجود الاولويه بدرجه اساسيه موجود في صعده، فبالامكان الاستعانه بجزء كبير من هذه القوه بحيث انه نقطع الخطوط او التواصل ما بين صعده وصنعاء، وبالامكان ايضا فتح اكثر من جبهه من جبهه مثلا راز باتجاه باغم، ايضا تعزيز كثير من الجبهات من الحدود السعوديه باتجاه صعده. فنؤكد لك انه هناك في مجال في امكانيه في دعم طبعا مطلق لوجستي وكامل، وبالامكان وخاصه جبهه حرب سفيان اتمنى انه الوصول اليها وبالامكان الوصول اليها. طيب اعود لك يا سيد اللواء عبد الله القحطاني، ما هو الدور الذي تقدمه يعني قوات التحالف هنا؟ هل هو فقط الغطاء الجوي حتى الآن؟ المنطقة هناك ألا تحتاج معلومات صورية استخباراتية كما ذكرت أنت وديان وجبال؟ هل يمكن للقصف الجوي من طائرات على علو شاهق أن تؤثر أم أنه يجب استخدام الهليكوبتر أو يستخدم هناك؟ ما هو لو تشرح لنا دور قوات التحالف في عمليات صعدة؟ قوات التحالف والتحالف لإعادة الشرعية يقومون بكل شيء، كل ما ذكرته جنابك وأكثر منه بمئات بل بآلاف المرات يتم تقديمه. نعم يتم تقديم الدعم الجوي المباشر، يتم تقديم الدعم اللوجستي المباشر للشرعية اليمنية وللجيش اليمني، يتم تقديم الاستخبارات، يتم تقديم الصور الفضائية والجوية، يتم تقديم كل ما يمكن من التخلص من الحوثي من هذه المناطق. لا شيء محدود في 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 فيما يقدمه التحالف العربي لإعادة الشرعية في هذا المكان. لا يقتصر فقط الدعم على دعم جوي من بعيد، لا، كل شيء من التحالف العربي هو مؤثر على الأرض وهم
يقدمون الكثير والكثير والكثير، وهذا معروف جدا، هذا ليس بجديد، كل ما يمكن تقديمه تم تقديمه وسيتم تقديمه أيضا. ولكن العبرة ليست في هذا الشيء، في هذا الجانب، لأن التحالف العربي معروف يعني، وما قدمه معروف، وأولها بناء جيش يمني شرعي كامل مدرب، وهو الآن يسيطر على 80% من أرض اليمن. لكن الحقيقة ما يجب التركيز عليه هو تقدم الشرعية، جيش الشرعية اليمنية، وكما أشار زميلنا وأخينا الكريم من أبو ظبي أو من أي مكان آخر، من دبي، أسف، أنه يشير، نعم أنه يشير إلى القيادات وما قيادات، نعم أنا سأقول ما أراد أن يقوله أو ربما لم يريد أن يقوله، وهو يجب على القيادات الميدانية اليمنية التقدم وبشجاعة لا متناهية، يجب عليهم التقدم، يجب عليهم قطع هذه الخطوط، يجب عليهم خوض معركة حقيقية وتقديم تضحيات. نحن نعلم أن الحوثي مستعد أن يقدم جميع التضحيات إلى آخر إرهابي مقاتل في صفوفه، وبالتالي هو على الباطل، بينما الجيش الشرعي والتحالف على الحق، من حق هؤلاء جميعا أن يتقدمون. الحوثي لا يمتلك قوة خارقة على أرض اليمن، هو مدعوم فقط من الحرس الثوري الإرهابي الإيراني، وهذا نعلمه، ويمتلك ممتلكات الجيش اليمني السابق، وهذه معلوم ومعروف وليست بجديد، ولكن ما يمتلكه الجيش الوطني اليمني حاليا يفوق هذه الأشياء بكثير، وبالتالي لا يوجد أي عذر. التحالف العربي لم يقصر بشيء، هذا التحالف فريد لم يقم مثله، وأظن لن يقوم بعده فيما يخص هذه العمليات، ولكن عليهم استغلال هذا الدعم، دعم التحالف العربي أو التحالف لإعادة الشرعية لا محدود على الجانب العسكري ولا على الجانب اللوجستي ولا على الجانب المعلوماتي ولا على الجانب الاستخباري، يستخدم جميع الطائرات، طائرات من الجو، الطائرات المقاتلة ثابتة الجناح، الطائرات العمودية الأباتشي وغيرها على الأرض في جميع المناطق، في الساحل الغربي، في الشمال، في الجنوب، في كل مكان، هذه كلها متوفرة، ينقصنا فقط توحيد البندقية في الشرعية اليمنية وتوجيهها إلى العدو الحوثي، هذا هو ما ينقصنا. طيب فقط لا أقل ولا أكثر، أما الإمكانات فهي متوفرة. طيب هذا واضح. أعود إلى ضيفي في دبي العميد خالد نسي. سيد العميد، هنا يعني تحدثنا عن عودة قياديين ميدانيين الحوثي تركوا الساحل الغربي على أهمية المعارك هناك بالنسبة لهم، وعادوا إلى صعدة من أجل الدعم. ماذا عن استنجادهم بالقبائل؟ لأن المنطقة كما ذكرنا فيها قبائل أخرى، أنت قلت أنهم يعني في صعدة حاولوا طرد كل من يعني يختلف عنهم، ما هو الوضع برأيك؟ هل ممكن أن ينجحوا؟ هل هناك قبائل ممكن أن تحاول إغاثتهم إذا استمالوها بالضغط أو بالسلاح أو بالمال أو بغير ذلك؟ طبعا بالنسبة للمقاتل الحوثي ممكن تصنفهم إلى أكثر من فئة، مثلا أنه عندك مثلا المقاتلين العقائديين فعليا اللي موجودين الحوثي، اللي متبعين الحوثي عن عقيدة، والذي تم مثلا تدريبهم من فترة طويلة على يد خبراء مثلا من حزب الله أو من إيران سواء في اليمن أو خارج اليمن. هذا لا نسمي مثلا اللي قاتلوا عن عقيدة، وهم لا يتجاوزون مثلا من 4000 بالكثير، أنا أتوقع هكذا يعني. وفي كثير من المقاتلين هم بس الحوثي استغل الظروف الاقتصادية الذي يمر بها الشعب اليمني بشكل عام، وخاصة المناطق التي ما زالت تحت سيطرته. فاستغل الظروف يعني الاقتصادية اللي يمر بها الشعب اليمني وهذه المناطق، فهذولا بالإمكان إنه مثلاً بالإمكان إنه يتخلوا عن القتال في صفوف الحوثي، وبالإمكان إنه يستمر إلى الشرعية. احنا نعلم ايضا انه عند الفتح اكثر من قبل في صعدة، انه كثير من المقاتلين العقائديين الذي يعتمد عليهم الحوثي اعتماد مطلق، انه تم سحبهم باتجاه صعدة. كثير من المقاتلين الموجودين الان في جبهات سواء في البيضاء سواء في تعز او في الساحل الغربي او في تعز المدينة، هم من هذه القبائل مثل المقاتلين اللي تم تجيشهم استغلال الظروف المادية. هذول بالامكان اختراقهم، هذول بالامكان يعني فعلا يكونوا في يوم من الايام يعني عون ومساعدة للشرعية والتحالف. لكن اللي نتكلم عليه مثلا انه حتى، لكن ايضا قبل نشير حاجه مثلا، انه الان الحوثي مركز كل جهوده وامكانياته وتسليحه وغياراته باتجاه صعدة، لانه يواجه بشكل حقيقي. اتمنى انه يكون هناك في تنسيق ما بين كثير من الجبهات، وخاصه جبهه البيضاء، انه حققت نصر في الفتره السابقه، ومن اليوم يعني في الايام الماضيه في جمود في بعض الجبهات ايضا، يعني نوعا ما فيها جمود، قبل استغلال هذا الانشغال الحوثي بهذه الجبهات، لانه فعلا الحوثي يعاني، الحوثي اصبح أضعف من الفترة السابقة قبل استغلال هذا الكلام.
واتمنى من التحالف انه يعني يحشد بالجانب الاكبر، لانه التحالف ايضا تحمل العبء الاكبر. نقول لك انه هو التحالف الذي مثلا متحمل عبء الامكانيات التسليح التدريب حتى الدعم اللوجستي المطلق، يقف في هذا الجانب ايضا، لانه في الاخير هو استنزاف لنا جميعا. فيقف انه نوحد الجبهات، نوحد غرفه عمليات مشتركه للجبهات، ايضا انه انا اذا انشغل الحوثي في هذا الجبهه انا استغل في الجانب الاخر وحقق نصر، وهذا الطبيعي في كل في كل جانب. طيب. يعني طيب سيادة اللواء عبد الله القحطاني، هنا طالما انه تم استدعاء هذه القيادات الى صعدة من معارك الساحل الغربي، برايك هل يمكن ان يستفيد التحالف من هذا الانسحاب لهذه القيادات بالتركيز على معارك اخرى، يعني دون ان تتوقف المعركة في صعدة، لكن هل يمكن ان يكون لهذا اثر ايجابي للشرعية، لعمليات الشرعية والتحالف في الساحل الغربي؟ ما رايك؟ جدا للشرعية اليمنية والجيش الوطني الشرعي اليمني، نعم هذا مفيد جدا، ويجب عليهم استمرار الضغط. وأكرر مرة أخرى، التحالف العربي عملياتها مستمرة لا تتوقف إطلاقا، لا تتوقف من الجو ولا من أماكن أخرى، ولكن على الشرعية وعلى الجيش الشرعي أن يستغل استدعاء هذه القيادات وقتل هذه القيادات التي قتلت وأسر بعضها التي أسرت. نعم الحوثي حاليا هو يقاتل من أجل البقاء، ولكن بالإمكان تشتيته ما جرى حاليا من استدعاء لبعض قادته الميدانيين، هو يؤكد أن الحوثي في مأزق وأنه يحاول أن يصمد في هذه الجبهة الشمالية بالنسبة لصنعاء المهمة جدا، وهي معقل الحوثي، وهي مكان هذا التنظيم الإرهابي الذي يجب القضاء عليه. نعم هو سيركز جهوده على هذه الأماكن، لذلك ليس غريبا أن يستدعي جميع هؤلاء القادة. وبالإمكان، عطفا على سؤالك، نعم بالإمكان استغلال هذه الثغرة أو هذا الظرف أو هذا الموقف الحاصل بالتشديد بالضغط على المواقف الأخرى فيما بين حجة وتعز. تعز لا يجب أن تبقى هادئة في هذه اللحظات في الوقت الذي الحوثي في مأزق في الشمال، وكذلك في حيث وما جاورها أيضا لا يجب تركها ولا يجب الغفلة عنها، يجب التركيز عليها. الجيش الشرعي اليمني لديه إمكانيات جيدة جدا، لديه رجال مدربين، لديه كثافة بشرية ممتازة، يستطيع أن يغطي هذه المناطق. وأضيف إلى هذا شيء آخر، أين هي العمليات الخاصة؟ نحن محتاجين إلى عمليات حرب عصابات خاصة تسند العمليات الأرضية في اليمن. أين هم الذين يقطعون طرق الإمداد ليلا بين صنعاء وبين صعدة؟ أين هي العمليات الخاصة التي تقطع طرق الإمداد؟ أين هي العمليات الخاصة التي تربك الحوثي؟ أين هي العمليات الخاصة في صنعاء، في داخل صنعاء؟ صنعاء آمنة يا أخي، صار لها 3 سنوات لم نسمع فيها بتفجير عبوة على الأقل في أي مكان. هذا لا يجوز. الجيش الشرعي قادر على تحريك جميع الجبهات، قادر على وضع الحوثي في مكانه الطبيعي. الحوثي ليس بالقوة الخارقة، وكرر مرة أخرى، ولكنه يستغل الظرف المقابل على الطرف المقابل عدم إعطاء هذه الفرصة، بل عليه التعجيل في الحسم، والحسم قريب ليس ببعيد على كل حال. طيب أعود هنا إلى سيد العميد خالد النسي، فعلا في موضوع تحدثت قبل قليل، قلت أنه يعني نوع المقاتلين في الحوثي وغير ذلك، لكن بعض القبائل يعني التي ترى سير العمليات الآن، وهي يعني سير العمليات منذ يعني اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لا يسير في مصلحة الحوثيين بشكل كبير في تسريع في الجبهات كلها. هذه القبائل ألا تؤثر عليها هذه الأخبار بحيث تحسم مواقفها، بحيث تغير؟ لأنه واضح أن الحوثي يخسر كل يوم أرضا جديدة، وبالتالي مواقف هذه القبائل مما يحدث، أو ربما وهي قبائل مسلحة أيضا لديها سلاحها، ألا يؤثر عليها سير العمليات والأخبار التي تأتي هنا؟ طبعا احنا نؤكد لك، وزي ما كنا مثلا نتكلم، وطبعا الجميع يتكلم في هذا الجانب، انه كنا نرى انه في خلافات ما بين طرف الانقلاب، وانه لابد في يوم من الايام طبعا ينتهي هذا التحالف، وفعلا حصل. واحنا نؤكد لك ايضا انه تقريبا اكثر من 70% من المناطق الذي ما زالت مسيطر عليها الحوثي لحد، وخاصه بالذات صنعاء ومحيط صنعاء، انه طبعا يعني غير قابلين بالحوثي كعقيده، كجماعه، كمثلا جماعة مسلحة على الإطلاق. لكن طبيعة أهل المنطقة هذه حتى على مستوى التاريخ الحديث ولا أنه لا يتمردوا، يعني مثلا يتعامل مع الواقع، أنه إذا شافوا مثلا في تقدم ملحوظ من قبل الشرعية، من قبل التحالف، ووصلوا مثلا إلى أماكن قريبة مثلا من صنعاء،
فأنا أؤكد لك أنه إحنا كنا عندنا المعلومات ونتواصل مع كثير من الناس. هناك في تمرد في يعني لأنه الحوثي في الأخير الإنسان سواء في صنعاء أو في غير صنعاء الإنسان بشكل عام يريد اللي يريد أن يعيش حياة كريمة. لكن الحوثي لم يقلب هذا الشيء لأي إنسان سواء للقبيلة أو للعسكري أو حتى الكثير من أتباعه. دخل الناس في المجاعة، دخل الناس في ذلة، عاد تعليم، عاد صحة، ففي الأخير الناس متمردين على هذا، لكن هم أمام يعني كماج أو في سجن حقيقي. لا نبالغ يقول الكلام هذا، فقط يتمنوا مثلا أو مثلا إذا في تقدم الحوض إلى مشارف صنعاء وخاصة صنعاء وصعدة مثلا، سوف تجد كثير من الناس وكثير من القبائل يتمردوا على هذه الجماعة. لكن الناس كانوا توقعوا في 4 ديسمبر عندما قتلوا علي عبد الله صالح وفض الشراكة رسمية معاه، كثير من الناس كانوا قاموا بثورة ضد هذا، وفي جماعات وفي حتى مظاهرات داخل صنعاء. لكن عندما كان هناك في جمود، أقول لك حقيقة، عندما كان في جمود في كثير من الجبهات اللي كان متوقع أنها تقدم باتجاه صنعاء، الناس يعني تعاملوا مع الواقع. لكن أؤكد لك أنه الناس وخاصة صنعاء، ونؤكد لك وكل الناس أنه صنعاء سوف تسقط من داخلها ولن تسقط من برا. لكن في حالة أنك أنت تتقدم إلى مشارف صنعاء وسوف تجد كل الناس كثير من الناس من داخل صنعاء سوف يثوروا. لكن طالما وفي جمود في كثير من الجبهات وخاصة جبهة نهم اللي كانوا أهل صنعاء يعني متأملين فيها أنها تقدم تحرز كثير من الجبهة يعني من النصب هذا الجانب، فلا لا توقع. لكن مع قادم الايام يعني ان شاء الله في انتصارات قادمه في صعده، في انتصارات باتجاه الحديده، في اتجاه سعز، اتوقع انه في ايضا تتقرب اكثر قوات الشرعيه ومدعوم التعارف الى صنعاء، وسوف تجد كثير من الناس من داخل صنعاء سوف يقوموا على هذه الجماعه ويتمردوا عليها. سيد العميد خالد، سؤال يعني ايضا لك قبل ان نذهب للرياض في شيء، فكم باختصار برايك يعني السيطره على صعده الان يعني فيها مشكله انه يمكن يكون هناك في حرب عصابات خطيرة، في إرهاب يعني يأتي، ما رأيك يعني هل ممكن أم يجب من القبائل المحيطة في صعدة هي التي تسيطر عليها باختصار قبل أن أعود للرياضة؟ لا 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 لا، من أجل أن أكون واضح معك أنه بالنسبة للكثير من القبائل اللي موجودين في الصنعة هم يعني كثير منهم، لا أقول الكل لكن كثير منهم، وللحوثي، لأن الكثير من القبائل من أبناء صنعاء صعدة الذي كانوا من هذه الحوثي تم تهجيرهم. لكن أقول لك أنه طالما قوات الجيش اليمني مسنودة بدعم التحالف وصولها إلى هذه المناطق، فأؤكد لك أنه لا يوجد مستحيل إذا استمر التقدم بهذه الوتيرة، أؤكد لك أنه في خلال فترة وجيزة سوف نوصل إلى أكثر من كذا، وسوف نوصل حتى إلى مركز المحافظة، لأنه لم نكن نتوقع أنه نوصل إلى جبال مرار. إذا وصلنا إلى مرار نوصل إلى أكثر من كذا إن شاء الله. طيب، هنا أريد أن أخذ يعني يبدو أنه في تعليق من سيد اللواء عبد الله غانم القحطاني فيما يتعلق ربما بالحديث عن معركة صنعاء ويعني التمهيد لها، وإن كان موضوعنا اليوم عن صعدة، لكن لا بأس لو عندك تعليق سيادة اللواء فيما يتعلق بمعركة صنعاء. وهنا الحديث فعلا عن أنه تلاقي القوات التي يعني سواء في الساحل الغربي، سواء في ميدي، سواء في محيط تعز، في أكثر من مكان، تلاقي هذه القوات الشرعية مع القوات الدعم التحالف العربي سيأخذ وقت، لأن المساحة على الأرض كبيرة. فهل يعني فعلا لن يتحرك أحد من الداخل إلا عندما تصل هذه القوات إلى حدود المدينة التي هو فيها؟ لذلك سأبقى معك في صعدة، لن نذهب إلى صنعاء. طيب. إذا كان الحوثي حاليا يستنجد بالقبائل، القبائل اليمنية على الأرض اليمنية، أين الشرعية من هذه القبائل؟ أين القبائل الأخرى التي ترفض الحوثي وتحت سيطرة الحوثي، أو في الأماكن التي يتواجد فيها الحوثي؟ الحوثي لا يمتلك بندقية وعسكري على رأس كل مواطن، نحن نعلم هذا الشيء. الإعلام الذي يستخدمه الحوثي يبدو أنه أخاف الجميع أو أخاف البعض على الأقل. الإعلام الذي يستخدمه الحوثي يجب أن يكون له إعلام مقابل في الشرعية. القبائل الأخرى في اليمن حاليا هي تراقب كل ما يجري، ولكن لم تسمع صوت أحد من الشرعية لنداء هذه القبائل، لدعم هذه القبائل، للتواصل مع هذه القبائل، لإجراء العمليات التي ذكرتها قبل قليل. هي من يعزز الروح المعنوية لدى هؤلاء القبائل ولدى هؤلاء الزعماء في القبائل. أما أن يبقى المكان الذي هم فيه تحت سيطرة الحوثي لسنوات ولم يتحرك فيه أي شيء، فهذا مدعاة للاستغراب، ولن ينفع أي شيء نفعله مع هذه الأشياء التي تكون في الأرض التي يسيطر عليها الحوثي. ما أريد أن أقوله أن الشرعية عليها دور، الإعلام يعتبر سلاح جدا، من يتابع
حاليا الإعلام الذي يستخدمه الحوثي بدعم من الضاحية الجنوبية في لبنان ومن الحرس الثوري الإرهابي الإيراني، يرى الفرق الكبير. الحوثي يخاطب اليمنيين بأسلوب غريب، يستطيع معه أن يوصل رسالة إليهم، بينما الشرعية توصل رسائل ولكنها ليست بذات القوة. عليهم استخدام هذا السلاح عاجلا، عليهم إرسال رسائل تطمين إلى جميع الناس في الأماكن اليمنية بأن الشرعية قادمة إليهم، وأن الشرعية تقف معهم، وأن الشرعية تعرف ماذا يدور بينهم. لا يكفي تصريح المسؤولين في القنوات وفي الحوارات وفي الغرف المغلقة، لابد للشارع اليمني ولابد للشارع الصنعاني تحديدا ولابد للإنسان في هذه اللحظات في صعدة أن يعلم أن الشرعية هي تهتم بوضعه وقادمة إليه، وستمنع منه هذا الظلم وستقدم له الخدمات. لا ينفع الكلام. المواطن اليمني لا يمتلك قناة مع المجالس الخاصة ولا مع الحكومة الشرعية، هو يسمع ما يقال له. ومن هو يسيطر على الفضاء مع الأسف في هذه الأماكن؟ هو الإعلام الإرهابي الإيراني الحوثي في اليمن. طيب سيادة اللواء، على كل سنتابع يعني سير المعركة في صعدة، وكلامك يعني عن موضوع الإعلام أيضا يعني نتابعه ربما في حلقة خاصة. أشكركما ضيفي في هذا اللقاء، الشكر الجزيل لضيفنا من دبي الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد خالد النسي، شكرا جزيلا لك سيادة العميد. والشكر أيضا لضيفنا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء عبد الله غانم القحطاني.